أكدت حكومة إقليم كردستان العراق احترامها لقرار المحكمة الاتحادية حول وحدة العراق، داعية إلى البدء بحوار شامل لحل الخلافات. كانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد حددت 20 من الشهر الحالي موعدا للنظر في دعاوى استفتاء إقليم كردستان، فيما أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نجرفان بارزاني أن حكومته أرسلت ملاحظاتها إلى الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن الموازنة، داعيا بغداد إلى ضرورة عدم الخلط بين الواجبات الدستورية تجاه الإقليم والخلافات السياسية معه.